السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي من معرض مادي للسيارات. طبعا يا أخوان، لا أحد يزعل مني يقول لي ليش جايب سوناتا 2015. بالأمانة السوناتا شكلها جميل وحلو وجذاب، ولها يعني سبب هذا الشكل، له سبب انتشار السوناتا ما شاء الله تبارك الله، سبب كبير في انتشار السوناتا، وهذا الشكل خلى الناس كثير من الناس ترغب السوناتا، لأنه شكل كان من أجمل الأشكال صراحة. إلى الآن أنا أشوفه من أجمل الأشكال على السوناتا. طبعا يا اخوان، هذه 2015 فل كامل، فل كامل والكامل وجه الله بالاول والاخير. هذه ورد المجدوعي، عندنا منها حبه واحده سوداء وخمس حبات بيض. سعر السياره 70,000 ريال، عليها عرض سعر السياره الاساسي في الوكاله 90,000 ريال، الحين 70,000 ريال فل كامل. عموما يا اخوان، ننتقل ونتكلم عن مواصفات السياره، ويلا نبدا ناخذ جوله سريعه بالعاده. يعني طبعا يا اخوان نتكلم مواصفات المحرك والجير. طبعا المحرك والجير نفس ال 2016، المحرك 2400 سي سي مع جير اوتومات، 2400 سي سي اربع سلندر مع جير عفوا انا حست الحين. عموما المحرك 2400 سي سي اربع سلندر مع جير اوتوماتيك بست سرعات توب ترونيك مع نظام اف 1 لخلف المقود. طبعا هذه ميزه حلوه ما جت بال 16، جت فقط من 2011 الى 2015 الجيل الاول. طبعا 2015. عموما يا اخوان، بالنسبه لمواصفات السياره الخارجيه اللي زي ما انتم شايفين، السياره الشبك كروم مع انوار زينون مع كشافات ضباب. بالنسبه للجنوط فهي جنوط الومنيوم مقاس 18 انش مع اشارات مرايا ومقابض ابواب كروم، سقف بانوراما وانوار ليد خلفيه وحساسات خلفيه. ما شاء الله تبارك الله، شوف السياره ما شاء الله جميله جدا. السوناتا خاصه اللون الاسود صراحه جميل. عموما يا اخوان، ننتقل الى مقصورة السيارة ونتكلم عن المواصفات. طبعا سيارة دخول ذكي بصمة، تضغط الزر تفتح البيبان. عموما يا اخوان الكرام، لحظة شوي خلينا نطفي الجوال، ندخل جوا السيارة ونتكلم عن مواصفات السيارة. عموما سيارة زجاج كهربائي مع مراية كهربائية بخاصية الطي الكهربائي. طبعا فيها ذاكرة تخزين لكرسي السائق. كرسي السائق يا اخوان كهربائي، وكرسي الراكب برضو كهربائي. سيارة مواصفاتها حلوة جدا. السيارة فيها نظام الثبات الإلكتروني. طبعا فيها النور، مستوى النور الخارجي يتحكم فيه أوتوماتيكي. عندكم هنا التحكم بالإنارة الداخلية للسيارة. فيها زالت إيه عشان المفتاح، ما أدري والله وين بالكيس. عموما يا أخوان الكرام، عندكم هنا فتح البنزين، فتح الشنطة. عندكم برضو في السيارة مواصفاتها حلوة وجميلة جدا السونات الموديل هذا. عندكم تحكم بالدركس ونظام الصوتي مع بلوتوث مع مثبت سرعة، وتحكم في شاشة الرحلات، عدد الرحلات الفي تريب ومستوى صرفية الوقود إلى آخره. السيارة طبعا تشغيل بصمة كما ذكرت لكم. السيارة فيها نيفيجيشن من الوكالة، شاشة ملاحة، خلينا اللغة عربية، خلاص أصلا لغة عربية. عموما شاشة ملاحة طبعا مع نافيجيشن إلى آخر، الشاشة مميزة حتى ما شاء الله تبارك الله. يعني مواصفات السيارة ممتازة جدا جدا جدا، والسيارة فيها برضو تحديد اتجاه القبلة. هذه السيارة من جوا طبعا فل كامل. تقريبا اذكر انه كان في نوعية معينة واحدة تجي اعلى منها فقط في التبريد التسخين، هذه بدون تبريد تسخين، لكن هذه فيها نظام صوتي اللي هو انفينيتي، فمعطيها مضخمات صوتية. في جميع انحاء السيارة فيها مضخمات، يعني عندكم هنا على الطبلون زي ما انتم شايفين، وعندكم ورا في الشنطة فيها برضو مضخم نوريكم اياه. طبعا السيارة سقف بانوراما زي ما انتم شايفين برضو يا اخوان الكرام. السيارة عن النصف اللي كانت، اذكر كان معي نصف، انا نصف البانوراما. عموما كانت تفرق ان هذه يجيك لماع والنصف اللي يجي لا مطفي كذا مطفي. وش برضو فيها مواصفات السيارة؟ فيها تحديد اتجاه القبلة، مكيف لمس، بتحكم منفصل بين السائق والراكب. عندكم مدخل USB زي ما انتم شايفين هنا، في مدخل USB وأواكس لهالله. عندكم برضو في هنا ديرج تحط فيه أغراضك، فيها مراية تعتيم، فيها عندكم بيت للنظارة، عندكم أنوار هنا. في ناس يقول يستهبلون يقول ليش تذكر الانوار، ما باقي الا تقول فيها مكيف ما مكيف. عموما نذكر احنا كل المواصفات قدامنا. طبعا فيها لمبه برضو هنا، برضو مرايه السائق الراكب.
زي ما قلنا لكم كرسي الراكب برضو كهربائي، السيارة نظام الصوتي حقها انفينيتي، وهذا هو شوفوه يا اخواني الكرام. برضو تزعل علينا تقول السيارة، طبعا فيها فتحة تبريد في الدرج، نسيت اقول لكم هنا فيها فتحة تبريد في الدرج. هذه مواصفات السيارة الداخلية بالنسبة للامام. السيارة فيها ميزة انه النظام القزاز حق السيارة سولار جلاس اللي الظاهر اللي هو في نوع ما عزل ولونه اخضر شوي، خلينا واحد يبين معنا هنا كثير، لكن هذا هو سولار جلاس. برضو نرجع لورا ونشوف السيارة، هذه السيارة من الخلف، هذه فيها فتحة تكييف خلفية، عندكم السماعة اللي قلت لكم، هذه السماعة الخلفية برضو عشان تشوفونها، هذه اخواني سماعة خلفية. عموما اخواني الكرام بالنسبة لمواصفات الامن والسلامة، السيارة ما شاء الله هنا فيها فرامل اي بي اس، نظام ثبات الكتروني مع 2 ايرباج و5 احزمة امان، مواصفاتها حلوة. لكن صراحة انا اقول لكم عام 2011 برضو انا شريت واحدة كانت وارد الاردن، فكان فيها مواصفات الصدق كان اعلى، لكن ما فيها نافيجيشن. لكن وش اللي كان فيها اعلى صراحة؟ كان عندي اذكر ان حتى هنا كان في تسخين فقط للمراتب الخلفية، الامام برضو تسخين بدون تبريد. هذه اذكرها الموديل 2011 كانت معي وارد الاردن، حتى داخليتها حمراء الحين اذكرها. عموما اخوان الكرام اتمنى تكون عجبتكم السيارة، والسعر مغري جدا خاصة للي يحب الشكل هذا، انا صراحة من عشاق الشكل هذا، خاصة اني شريت منه كم حبة حتى على موديله. اذكر كان عندي واحدة 2011 سياحي سويت عليها حادث، بعدين شريت واحدة نصف فل، بعدين شريت واحدة فل كامل. عموما اخوان الكرام اتمنى تكون عجبتكم السيارة، سعر 70,000 ريال تقريبا، اللي يحب الشكل هذا وفر له 20,000 ريال عن سعر الوكالة، بتروح تلف المعارض بتلقاها ب 90,000، ما في مجال، ما حد ناوي يخسر فيها. السيارات عندي عليها عرض، توكل على الله ان تستخير قبل كل شيء، 5 حبات بيض وحبة سوداء فقط لا غير. عموما من اخواني الكرام هذه السيارة، اتمنى لا تنسون دعم، اتمنى لكم ما تنسون دعم القناة، اخوكم عبد الرحمن خالدي من مازن الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.